أكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي أهمية بناء التوافق، مضيفا بأن هناك 44 مقررا لإدارة الحوار الوطني وأن هؤلاء المقررين من أهل الاختصاص. وأشار فوزي خلال مؤتمر صحفي إلى أن المقررين المختصين يلمون إلماما عالميا وعلميا بالمسائل المطروحة، إلى جانب إلمامهم بالهدف الأساسي للحوار الوطني. كيف سيبنى التوافق؟ اولا احنا عندنا 44 مقرر بيديروا الحوار. المعتمد في المقررين دول ان هم اصحاب تخصص، يعني قادرين على ان هم يلموا المام علمي جيد بالمساله المطروحه، وهم ايضا ملمين بالهدف السياسي النهائي لهذا الحوار اللي هو التوافق حول ترتيب أولويات العمل الوطني. فبالتالي ده بيعتمد بشكل أساسي على مهارة من يدير الحوار.